بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ اليوم في شابتر 2 ستاتيك اوف بارتيكل لكتشر 2-1. نشوف الانترودكشن ريزلتات اوف تو فورس والفيكتورز. الهدف من هذا الشابتر هو ندرس ايش تأثير مجموعة قوى على جسيم او بارتيكل. نستعد بقوى متعددة مالتيبل فورس اللي تؤثر على بارتيكل بقوة واحدة مكافئة أو محصلة لهذه القوى. ندرس العلاقة فيما بين الفورس acting on a particle في حالة التوازن. البارتيكل لا تعني أنه الجسيم صغير جدا، وإنما تعني أنه الحجم تبعه والشكل تبعه أنه ما لهم أي تأثير، بحيث أنه كل القوى المؤثرة على هذا الجسم نفترض أنها تؤثر في نفس النقطة. محصلة قوتين، أولاً إيش هي الفورس؟ إيش معناها؟ Action of one body on another، تأثير جسم على آخر. تتميز بإيش؟ بـ Point of application، نقطة التأثير. Magnitude، المقدار، 10 باوند، 10 نيوتن. Line of action، خط التأثير اللي هو موجود عندنا هنا بخط متقطع، أو والاتجاه اللي هو موجود عندنا هنا بهذا الاتجاه، اتجاه القوة. المحصلة قوتين، وجد تجريبيا أنه إذا كان عندي مركبة قوتين ممكن أن يمثل عنها بإيش؟ بقوة واحدة. عندي هنا البي وعندي الكيو، ممكن يمثل عنها بالآر. محصلة هذه القوى هي مكافئة لإيش؟ لدياجونال قطر إيش؟ هذا القطر قطر باراليلوغرام اللي هو متوازي أضلاع زي ما شايفين، which contain اللي يحوي قوتين عندهم adjacent legs. إيش يعني؟ إنه بادئت من نفس النقطة، يعني أثروا اثنتين في هذه النقطة. الفورس هي بالحقيقة متجه. إيش هو المتجه؟ هو الباراميتر بس اللي يمتلك magnitude وdirection، ويمكن نضيف نجمعهم بطريقة الباراليلوغرام لو. الباراليلوغرام لو اللي موجودة عندي هنا، البي هذه موازية لهذا الخط والكيو موازية لهذا الخط، كمل يجيك متوازي أضلاع، الدياجونال تبعه هو الـ P plus Q. مثال على الفكتور، الانتقال من نقطة إلى نقطة هو متجه، لأنه اتجاه الانتقال مهم، والأكسلريشن التسارع والسرعة. إيش يعني السكالر؟ والباراميتر اللي يمتلك magnitude but not direction. لاحظ هنا عندي direction but هنا ما عندي direction. مثال الكتلة، الحجم، ودرجة الحرارة. equal vectors، المتجهات المتساوية هي المتجهات اللي لها نفس المقدار ولها نفس الاتجاه. نيجاتيف فيكتور هو المتجه اللي له نفس المقدار مع المتجه الثاني لكنه مخالف له في الاتجاه. هذا متجه في هذا الاتجاه وهذا متجه في الاتجاه المضاد له. Opposite direction. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.